السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم وصفة. الوصفة دي جديدة، يمكن انتوا هتستغربوا لها شوية بس ان شاء الله هتجيب معاكي نتيجة ممتازة. ازاي؟ هقول لك الوصفة اللي احنا هنعملها النهاردة ديت. ده مبدئيا كده بديل ربط المعدة. الناس اللي هي بتعمل ربط معدة عشان ما تاكلش كتير او تقلل من الاكل بتاعها شوية، لا، احنا هنعمل بديل ربط معدة كده، اقدر اقول لك كده ببلاش وانت قاعدة في قلب بيتك. مش هنقول بقى الطعم مر ولا لها مزازه ولا الكلام ده كله، لا، الطعم بتاعها بيبقى كويس جدا مقبول ان شاء الله. لو انت شفتيها او جربتيها من اول يوم مش هتبطلي ان انت تعمليها. وصفتنا دي يا جماعه ده ان شاء الله هتخلي البطن عندك مسطحه، مفيش بقى لا كرش، مفيش اجناب، مفيش ارداف، مفيش ترهلات، الحاجات اللي احنا كلنا بنعاني منها ديت، ودي مشكله اي بنت بتعاني منها، تمام؟ فاحنا ان شاء الله جايبه لكم وصفه، اقدر اقول لك الوصفه دي يعتبر جباره من الاخر كده. ده هتنسف معاكي الدهون وهتنزل معاكي الوزن بطريقه سريعه جدا. انا عملتها لكم النهارده. ده يا جماعه يعني على حسب ما شفت الناس اللي استعملت الوصفه ديت او استعملت الخلطه ديت، ده فعلا جابت معاهم نتيجه ممتازه. علشان كده انا قلت اطلع اعملها لكم على اساس ان الناس كلها تستفاد منها، ودي باذن الله من اول اسبوع هيبان معاكي الفرق، تمام؟ عايزاك كده توزني نفسك قبل ما تاخدي الكوبايه ديت، وبعد اسبوع او 10 ايام بالظبط عايزاكي توزني نفسك تاني، تمام؟ تعالوا كده بنات بقى نسمي الله ونضغط كلتنا لايك للفيديو. عايزاكم كل البنات اللي بتشوف الفيديو ديت تحطوا لايك علشان تشجعوني، علشان ان شاء الله اتواصل معاكم في فيديوهات تانيه كتير جايه، وان شاء الله تشيروه علشان ناس كتير تستفاد منه، واللي شيره اكتب لي تم. تعالوا بقى كده نخش الفيديو ونشوف الوصفه بتاعتنا النهارده عباره عن ايه. ده يا جماعه اول مكون في الوصفه بتاعتي، طبعا كلكم هتستغربوا، ده الزبيب، تمام، او العنب المجفف. عشان الناس اللي مش عارفه يعني ايه زبيب في دول تانية، ده يا جماعه عنب مجفف، تمام. احنا عندنا بنقول عليه زبيب، بنجيب الزبيب دوت. انت بتجيبين اي سوبر ماركت او من اي بقاله من اي عطار موجود ومتوفر عنده، تمام. بنجيب كميه كده وبنحطها في الثلاجه وبنستعمل منها وقت اللزوم. وده كمان ممكن في ناس كتير ممكن هي تعملها في بيتها وبمنتهى السهوله. الزبيب ده يا جماعه اي حد ممكن يعمله، بتعملي كميه منه وبتحطها عندك في الثلاجه وقت الاستعمال بتلاقيه، تمام. تعالوا بقى كده نشوف الوصفه بتاعتنا النهارده هنحضرها ازاي. معايا كوبايه ميه دافيه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. فانا دلوقتي هاخد معلقه كبيره كده اهوت من الزبيب، معلقه واحده بس. طبعا الزبيب بتاعنا قبل ما بنحطه بنكون غسلينه كويس جدا وقبل ما نستعمله في الوصفه، لان طبعا احنا هنشربه، هنعمله مشروب وهنشربه. فبنحط ملو معلقه كبيره زي ما انتم شايفين كده في كوبايه الميه الدافيه وبغطي عليها. بعد كده بنعمل ايه؟ بسيبها ليله كامله. يعني انا بعمل المشروب دوت على بياد، بسيب الكوبايه ديت بمعلقه الزبيب ليله كامله كده على الرخام عندك في المطبخ. تاني يوم بصبح اعمل الوصفه بتاعتي. تعالوا بقى كده شوفوا، انا كنت عامله كوبايه اهيت دي يا جماعه اللي انا كنت عاملاها على بياد. شايفين بقى الزبيب عامل ازاي؟ انتفخ، خد بصوا تلاقوا انتفخ وبقى بالشكل ده كده. حتى الميه كمان انا مش هرميها، يعني انا مش هرمي الميه بتاعته، هستعملها. شايفين بقى عامل ازاي؟ تحس ان الحبايه كده ابقبت كده وانتفخت. هجيب لكم بس عشان تشوفوا يبقى واضح معاكم اكتر. الاحجام بتاعته بس تلاقيها ضعفت حجمه بتاعه زي ما انتم شايفين كده. طيب دلوقتي انا هعمل ايه؟ هناخد الكوبايه دي بحالها كده بالزبيب بحالها وهنحطه في الخلاط. في ناس كتير عندها معتقد خاطئ اللي هو ان الزبيب ممكن يتخن او فيه سكريات او الكلام ده كله، لا يا جماعه بالعكس. لو انت دخلت كده عملت سيرش عن فوائد الزبيب للتخسيس هتبصي تلاقي له فوائد كويسه جدا وله فوائد رهيبه. ازاي؟ ان هو اول حاجه بيعملها معانا الزبيب في الوصفه بتاعتنا ان هو بيحسسك بالشبع، يعني بتحس ان بطنك مليانه، بيحسسك بالامتلاء او بالشبع، تمام. فبالتالي ان انت ما بتاكليش كميات كبيره. وخلي بالكم انا هستعمل الوصفه دي مع بذور ثانيه كمان. البذور الثانيه دي لو انت استعملتيها مع الوصفه دي هتنسف معاكي الوزن بطريقه مش عارفه اقول لك بقى النص ولا عايزه اقول لك ايه. مش عايزه اقول لك ان انت هتنزلي فعلا النص، تمام، هينزل معاكي دهون وهينزل معاكي وزن. طيب تعالوا بقى نتعرف على المكون الثاني قبل ما اقول لكم احنا هنعمل ايه في الكوبايه دي. ده كده يا جماعه دي حاجه اسمها بذور الشيا اللي انتم شايفينها قدامكم دي، دي برده بتيجي من عند العطار ديت. خلي بالكم لو احنا حطينا معلقه بس منها في نص كوبايه ميه بتبص تلاقي الاحجام بتاعتها او الحجم بتاعها بيتضاعف معاكي، بيبقى عامل زي الجيلاتين كده. دي يا جماعه بيبقى الشكل بتاعها اهوت، بتبقى بذور بيضاء على سمرة بالشكل ده كده، علشان لو انت جبتها من عند العطار تبقى انت عارفه شكلها، تمام. طيب انا هعمل ايه دلوقتي بالبذور ديت او هنستعملها ازاي؟ هقول لكم.
ده كده يا جماعه بناخد معلقه صغيره زي ما انتم شايفين كده من بذور الشيا على نص كوبايه ميه او ربع كوبايه ميه بالكتير، تمام. بنعمل ايه؟ بنقوم حاطينها زي ما انا هقول لكم اهيت، انا كنت عامله كميه برده ومجهزاها، شايفين شكلها بيبقى عامل ازاي. دي مع يعني ملو معلقه صغيره كده زي اللي انا وريتها لكم، على ربع كوبايه ميه او نص كوبايه ميه صغيره على حسب ما انت تحب، بتبقى عامله زي الجيلاتين كده بالظبط، يعني مسافه ما تنقعها بس كده حوالي 10 دقائق بتبقى شكلها بالشكل اللي انتم شايفينه دوت. هوريهولكم اهو، بتبقى القوام بتاعها متماسك كده، يعني شفت المربى بتبقى عامله زي المربى كده بالظبط اهي، عشان بس تبان معاكم كده قدام الكاميرا، شايفين بتبقى عامله ازاي. ده يا جماعه زي ما انتم شايفينها كده، ده بتنزل تنفش في المعده، يعني بتملي المعده بتاعتك، فبالتالي بتحسسك بالشبع، كمان بتنزل معاكي الدهون وبتنزل معاكي كمان الوزن الزايد، شايفين بتبقى عامله ازاي. طيب احنا دلوقتي هنعمل بيها ايه؟ تعالوا بقى اقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. ده كده انا هاخد الكوبايه اللي فيها الزبيب المنقوع زي ما انتم شايفين كده وهنحطه في الخلاط. هناخد برضو بذور الشيا اهيت اللي انا قعدتها كده حوالي 10 دقايق على ما فنشت كده في الطبق اللي انا عملت فيه بالشكل ده كده، وهنقوم برضو حاطينه، تمام، على اساس ان هو هيبقى طعمه كويس جدا واحنا بنشربه، مش هنحس بقى لا بمراره ولا هنحس بحاجه، لا طعمه بيبقى كويس جدا وطعمه بيبقى مقبول. طيب بعد كده معايا ايه؟ معايا زي ما انتم شايفين كده يا جماعه ليمونه، الليمونه واحده بس اللي انا هستخدمها النهارده في الوصفه بتاعتي، هنقطعها ترنشات او قطع على حسب ما انت عايزه، وهاخدها بقشرها بحال، هنشيل يا دوبك بس منها البذر واخدها بقشرها بحال، هقطعها كده اهوت واحطها على المكونين اللي انا حطيتهم. ده كده الليمون انا قطعته اربع ارباع كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، وهنمسك بقى المكونات دي كلها هنضربها في الخلاط ونرجع له كده. ده كده يا جماعه فرمناها اهي زي ما انتم شايفين فرمناها طبعا. بعد كده هنعمل ايه بقى؟ هقول لكم هنعمل ايه، هنصفيها. طبعا بقى لو انت حابه ان انت تاخدها كده وتعرف تاخدها كده عادي مفيش مشكله، بس المهم ان انا اصفيها على اساس ان انا وانا بشربها ما يبقاش في طفل بقى ولا في حاجه تضايقني وانا بشرب، اشربها على طول اكنها عصير كده، تمام. طبعا هي لازم تسد المصفى شويه علشان فيها ليمون وكده، فاحنا ايه يعني هنعمل شويه بشويه. دي كده اهوت بالراحه خالص علشان الليمون وبذور الشيا اصلا بيبقى لها برضو يعني اما بنيجي نفرمها ولا حاجه بيبقى لها يعني بتبقى عامله زي التفل كده، بس الاحسن ان انت برضو بتصفيها على اساس ان هي ما تقكش وانت بتشربيها. ده كده يا جماعه الكوبايه بتاعتي جاهزه معايا اهي زي ما انتم شايفين. حابين انتوا بقى انا عملت معاكم كوبايه وعملت معاكم المقدار، حابين تضاعفوا الكميه ضعفوا. ليه بقى؟ لان الكوبايه ديت هتتاخد 3 مرات في اليوم، قبل كل وجبه بنص ساعه بنقوم عاملين كوبايه زي ديت وشاربينها. على فكره الكوبايه دي طعمها كويس جدا جدا، مفيش فيها اي طعم مراره، مفيش فيها اي حاجه، طعمها طعم ليمون بس، على يعني احنا على طول بنشرب الليمون شيء طبيعي، وخصوصا كمان الليمون اللي بتعمل بقشره ده بيبقى له فوائد رهيبه جدا بالذات لو انت عملتيه بالقشر بتاعه، وده تبع راحتك انت، حابه ان انت تقشري قشر الليمون مفيش مشكله علشان ما يعملش مراره مفيش اي مشكله، يعني دي حاجه ترجع لك انت، بس الاهم حاجه وده الصحي ان انت بتفرميه بالقشر بتاعه بحاله، تمام. هقول لك على حاجه برده، لو انت حابه ان انت تحليها بمعلقه عسل نحل مفيش اي مشكله خالص، على اساس ان الطعم بتاعها بيكون يعني حلو معاكي ومستحب وانت بتشربيها. الكوبايه ديت لو انت بقى عملتيها 3 مرات في اليوم قبل كل وجبه صدقيني ده هيبقى بديل ابليكس او بديل ربط المعده الكلام ده كله. ليه؟ لان الكوبايه ديت بتنزل في المعده بتنفش معاكي المعده بتنزل كل الدهون والسموم اللي في الجسم، هتنزل معاكي وزن وهتنزل معاكي دهون، مش هتلاقي اسبوع واحد بس هتتخلصي من الجوانب من الكرش من الارداف من اي ترهلات في الجسم، ان شاء الله هتجيب معاكي نتيجه من اول اسبوع. انا بقول لكم ليه يا جماعه خدها قبل كل وجبه بنص ساعه، لان طبعا الوصفه دي ده بتنزل المعده بتنفش في المعده، يعني بتحسسك بالشبع ما بتخليكيش ان انت تاكلي كتير، واحده واحده هتبصي تلاقي معدتك بدات ان هي تكش شويه، يعني ما انتش بقى معدتك بتقبل كميات كتير زي الاول، ما عندكيش شراهه على الاكل الكلام ده كله. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش تضغطوا لايك وشير للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.